باب الزينين تبارك الله عليكم. نتمنى كاع تكونوا مزيانين بصحة جيدة. اليوم ان شاء الله الاخوان راه فيها واحد الماتش، فيها دومي فينال نتاع مولودية ام سي او كونتر نجم الساحلي نتاع تونس هوندبال، وان شاء الله اليوم احنا غادي نشجعوهم. و مهم فور فور وتبعونا ان شاء الله، ونتمنى ان التيران يكون عامر وتكون لومبيونس ورحنا معاهم ان شاء الله. يلا ما تزبطوش تبعونا. بون اخوان كيما شفتوا احنا قدام هذه هي لازار كوفير تاع وجده هنايا، ان شاء الله غادي ندخلوا دركي نشوفوا راه التيران يكون عامر بالي الصدار الاخر، وان شاء الله اليوم بالبلوه ان شاء الله. يلا ما تزبطوش. نهاية الشوط الأول مقابلة المولودية. بون إخوان كيما شفتوا احنا برا راكم البريمير ميطون، راحنا برا القاعة بريمير ميطون، خرجوا 16 ل11 لصالح النجم الساحلي. قويين جدا، عندهم لاعبين قويين ولعبوا في المنتخب ولعبوا كأس العالم ولعبوا كأس إفريقيا، يعني قويين علينا بزاف. بصح كوميم مولودية راها قابضة، ويعني الله زعما راهم دايرين تاهما راهم كوراج والآخر. بون إخوان دركي غادي نمشيو نصليو إن شاء الله، وبلاتي ونوليو نكملو ديزامير صافي. يلا ما تزاوقش.
المفضله للنجم الساحلي التونسي. قلت والله الا بصح داروا مباراه جيده هذه من ديال الزيه. اشكرهم مولوديا برافو عليكم برافو. بون اخوان كيما شفتوا راه برديا سالات فوز نجم الساحلي كانوا قويين شادين ديالهم. المهم صح المولودية لعبوا مليح والله لا باز تعرف بهم عجبوني وما داروا شي نتيجه كبيره يعني 31-26 نتيجه مزيانه. ونتمنى حد موفق المولودية وجده يزيدوا يخدموا ان شاء الله يجيبوا لنا لاكوب دافريك المره الجايه. برك ما علينا نقول لكم يطمنوا لنا في روحكم وما تنساوش تدعمونا. يلا الله.